كل متابعينا في اليوم السابع من داخل مستشفى التمويل المركزي، بنرصد لحضراتكم اثار كل متابعينا في اليوم السابع بنرصد من داخل مستشفى الحمور المركزي إصابة حوالي 38 طالبة وطالب، إصابة 38 طالب وطالبة في درس في مدينتنا الحمول، كانوا في درس وسقط عليهم سقف من الخشب، ونحن الآن داخل مستشفى الحمول المركزي بنتابع مع حضراتكم استقبال المصابين. كل متابعينا في اليوم السابع نتابع مع حضراتكم عملية استقبال الطلاب والطالبات. عاوز تمشوا الحاجات على النت والحاجات دي؟ نعم تمشوا على النت ان شاء الله. وكيف المدرسين دول؟ حاضر. 60 واحد هما كام؟ 60 كل متابعين 60 واحد؟ اه. ايه اللي حصل بالظبط؟ ما نعرفش والله، احنا قاعدين في الدكان لقينا اللي ساعات بيجري فقمناه شكل استنى العيال جايه، ده السقف وقع فوق العيال، سقف خشب وطلب. لحد دلوقتي كم مصاب؟ ما اعرفش والله، هم 65 واحد في الدرس. 60 واحد في الدرس. المدرسه رجليها اتقطعت عشان عندها سقف. المدرسه رجليها اتقطعت؟ كما البت؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هم دلوقتي والله امتحان ثانويه عامه. عشان امتحان ثانويه عامه بكره. دلوقتي نقدر نقول شباب مصر. كل متابعينا في اليوم السابع زي ما رصدنا لحضراتكم داخل مستشفى الحمول، بنرصد لحضراتكم من خارج مستشفى الحمول، ما زالت سيارات الاسعاف تنقل المصابين الطلاب الذين اصيبوا في درس اثناء درس خصوصي باحد الدروس الخصوصيه بمدينه الحمول قريبا من مستشفى الحمول المركزي القديمه. اصابت الى الان 43 طالب و طالبة حتى الآن كانوا في دروس كيمياء في إحدى المدارس، أصيبت طبعا المعلمة التي كانت في الدرس، وتم نقل معلمة وطالبتين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج، وللأسف الشديد سيتم عملية بتر في صقل المعلمة اللي هي كانت اكثر المتضررين او المصابين في الدرس الخصوصي. كل متابعينا في اليوم السابع احنا بنرصد لحضراتكم الان من خارج مستشفى الحمول المركزي، وسيارات الاسعاف التي هرعت لنقل المصابين من الطلاب والطالبات من مكان الدرس. الدرس ده درس خصوصي، هو سقف بالخشب، سقط عليهم السقف الخشبي مما أصاب 43 طالب وطالبة بإصابات متفرقة، أغلبهم من الطالبات، معظمهم من الطالبات. كل متابعينا في اليوم السابع، وما تم رصدته، وما زالت سيارات الأسعاف بتنقل المصابين، ما زالت سيارات الأسعاف بتنقل المصابين حتى الآن، وهناك تم نقل 3 معلمة وطالبتين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لخطورة إصابة الطالبتين والمعلمة. والمعلمة كما أشرت أنها حدث لها عملية بتر، ونحن الآن أمام مستشفى الحمول المركزي، وما زالت عملية نقل الطلاب والطالبات مستمرة. المتابعين في اليوم السابع مازال عملية النقل حتى الآن مستمر، نقل إحدى الحالات، إلى داخل المستشفى. كل متابعينا في اليوم السابع طبعا يعني مشهد مؤسف، إصابة 43 طالبة وطالب، أغلبهم من الطالبات، والإصابات متعددة ما بين كسور وما بين سحجات، ولكن الإصابات الخطيرة حتى الآن 10 إصابات، منهم إصابتين، منهم طالبتين وطالبتين ومعلمة، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
الوضع مأساوي هنا كل متابعينا في اليوم السابع طبعا حالة من الغضب بسبب إصابة الطلاب والطالبات. روحوه واللي جه هنا واللي رجع من السكة يعني مش مش حالات من حالات المقامين انت شفته ده دول 1% من اللي بره دول 1% عندهم امتحان بكره فطبعا الكل بيرجع بقى للنظام الجمالي. احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا سمعنا ان هو في سنتر وقع فوق الولاد السنتر وقع فوق بتاع الدرس رجع حس الكيمي تمام بس احنا ان حضرتك تسمع بقى الدراعي يسمع اللي في انت طالعين انت كنت سايق كده انا طلبت اللي بقول لك الوضع جوه ما فيش اسوء من كده فوق بعضهم اسوء من كده مفيش هي كده صندره خشب تقريبا او سقف خشب سقف تقريبا من نوع المعلق سقف معلق ايوه اللي على طلب الرسول سقف معلق هو اللي وقع عليهم. بتقول لي الاعداد كام وصلت كام؟ ما بين 50 ل 70 ما بين 50 ل 70 طالب 7 طالب من 50 ل 70 هي هنا معظم الدروس هنا في الحمول في الاعداد دي يعني في الاعداد دي يعني كان السنتر كان فيه من 50 ل 70 طالب من 50 ل 70 هنا جينا حوالي من 40 طالب فينا في حلقة حوالي بتالي كف الشيخ في اعداد برضو روحت يعني ما حصلناش حاجة فروحت على طول يعني في اعداد روحت على طول ما جابش هنا المستشفى لا ما جوش المستشفى. طب من ساعة ما بدأ انت كنت هنا في البداية ساعة ما نقلوا في البداية احكي لي المشهد المشهد ان هو اللي بدأ يعتبر عربيات الاسعاف كلها اتحركت في شارع المستشفى هنا في الحمول مش بدأوا يحولوا الاعداد كلها هنا المستشفى. طب المستشفى المستشفى ايه؟ الدرس فين؟ المستشفى هنا طبعا الامكانيات بتاعتها مش هتسمح للعدد ده في شارع المستشفى يعني امكانيات المستشفى هنا ما كان اي حد بيجي كان بيقعد يا دوبك يتركب له محلول وخلاص ما فيش متابعه ما فيش امكانيات لا ممرضين. طب قول لي من فين؟ قول لي بس قول لي المكان فين اللي حصل فيه الكلام ده؟ شارع المستشفى السنتر جنب المستشفى القديمه بالظبط جنب المستشفى القديمه هو الموقع هو المكان الدرس هناك مكان الدرس هناك كده الطلبه هم قاعدين فجاه كده نزل عليهم السقف هو ده اللي حصل بالظبط. شكرا كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم الان سيارات الاسعاف تنقل المصابين لو سمحت تنقل المصابين من مكان الدرس الى مستشفى الحمول المركزي وهنتابع مع حضراتكم ايه اللي حصل بالضبط من يعني في اطفال ماتت لا كل المصابين كل المصابين